فيما يخص وفرة مادة الحليب هو أن السلطات العمومية قامت بعملية استباقية ابتداء من شهر فيفري بضخ كمية معتبرة على مستوى الملبنات، وهذا لتوفير الحليب في خلال شهر رمضان. ونطمئن المواطن باللي راهي هناك حصة إضافية خاصة لولاية الجزائر وكل مناطق الظل والولايات المجاورة. الحصة الإضافية هي حوالي 5000 طن على المستوى الوطني، منها كمية معتبرة لولاية الجزائر. فيما يخص الرقابة، راح كما تفضل درك مع السيد الوالي، هناك رقابة وراح تكثيف الرقابة. ابتداء الرقابة هي موجودة، وإنما التكثيف راح يكون من خلال اللجان المشتركة المتكونة من مصالح وزارة التجارة ووزارة الفلاحة ولونيل. وكاين وين كما درك تقدم السيد الوالي وين طلب باش مصالح وزارة التجارة يكون هناك مراقبة على مستوى الملبنات وعلى مستوى الموزعين، هكا باش نضمنوا المسار تاع الحليب يروح حقيقة للمواطن البسيط. مادام راح يكون هناك وفرة، نطلبوا من المواطنين باش ما يكونش هناك الشراء، ما نقولوش استهلاك أكثر، لأن الاستهلاك هو استهلاك ذاتي، وإنما الشراء أكثر للادخار، لأن راح يكون هناك موجود. ما نخليوش الناس تحاول تشري تاع 8 و10 كياس حليب وتحطهم في الكونجيلاتور، لأنه باش تكون على بالكم راه الحليب ما يتحط في الكونجيلاتور راح يكون يفقد البروتيات تاعو، الشيء اللي لازمه. سطرت الغرفة الجزائرية برنامج يتعلق ب يعني خلق بعض نقاط البيع لفائدة المواطنين، وذلك من أجل يعني توفير بعض الأنواع من الأسماك على مستوى المسمكات بأسعار معقولة لفائدة المواطن العاصمي. هذه العملية سوف تشمل عدة نقاط بيع متوزعة عبر الولاية من خلال توفير بعض الأنواع، خاصة سمك البلطي الأحمر وكذلك سمك القزجوج الملكي، وذلك بغرض السماح للمواطنين باقتناء هذه الأنواع من الأسماك. تم اختيار هذه الأنواع من الأسماك باعتبار أن هناك عملية قد سبقت هذه التحضيرات من خلال شبكة، من خلال خلق شبكة لتوزيع سمك البلطي الأحمر على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. هذه العملية شملت عدة نقاط بيع متوزعة عبر تراب الولاية، هدفها التعريف بهذا النوع من الأسماك ذات القيمة الغذائية العالية والموجهة لفائدة المواطنين من خلال يعني الأسعار جد معقولة، والتي من شأنها أولا تنويع المنتجات الصيدية وكذلك السماح للمواطنين باقتناء هذا النوع من الأسماك. العملية تشمل سمك البلطي الأحمر أو ما يعرف بالتيلابيا روج، هذه الأسماك التي سوف تدخل الأسواق في حدود 500 دينار جزائري، وكذلك سمك لادوراد أو ما يعرف بالقزجوج الملكي، والذي سوف يكون في حدود 100,000 دينار جزائري. هذه العملية سوف تشمل مختلف نقاط البيع التي سوف تسمح للمواطنين باقتناء هذه الأنواع من الأسماك خلال شهر رمضان المبارك إن شاء الله. فيما يخص توفير الأماكن اللي راح نسوقوا فيها المنتوجات، المنتوجات اللي راح تكون فيها مادة الفارينة، مادة السميد، زيت المائدة، العجائن، راح تكون متوفرة. هي في الحقيقة التعاودة تاعنا احنا كنا خذيناها من قبل، الدولة قائمة والوفرة كاينة. الاختلالات هذه ناتجة على بعض المضاربات عند الناس اللي سمحهم الله ليحتكروا ولا يقوموا بأمور لي، لكن احنا متواجدين على كل القطر الوطني، وراح نزيدوا نطوروا هذه الأماكن وهذه الشبكة لتعزيز قدرة الشراء المستهلك البسيط. دينا تقريبا عندنا سمانة بور ابوبري كادونس تاع 100 طن بار جور لولاية الجزائر. البطاطا الثمن تاعها ب 60 دينار إلى المستهلك. إلى يومنا هذا راهي تمشي الأحوال على أحسن ما يرام، ونكملوا بهذه الطريقة حتى نهاية رمضان. التخزين كي نبداو هما يخزنوا من درك ينقص، لافق تنقص، سي تو تافي نورمال، المواطن يحير ولازم المواد الاستراتيجيه هذه تكون، ولكن حنايا نقولوا لهم باللي راهو كاين توتي ديسبونيبل، لازم الواحد يدي على وش كفايته، ونكونوا حنا ان شاء الله حاضرين في كل
كل لي مارشي دو بروكسيميتي الجواريه مع نقاط وزاره الفلاحه. بالنسبه للاسعار كما ذكر سالفا بان باللحم الغنم يكون ان شاء الله 1300 دينار للكيلوغرام، اما بالنسبه للبقال ان شاء الله يكون 1200 دينار للكيلوغرام. بالنسبه للنقاط فحنا اخيرا نقاط وين يكون لا بوبولاسيون تكون ان بو امبورطونت سوا ديزون سوا بارابور دي لوكو ولا بار دي شالي كو نو زافون اكي بروبرمون دو لا سوسيتي. السيد الوالي وعدنا ان شاء الله باش يعطينا دي لوط درتو الشالي باش نكونوا حطوهم دون ديزون دو اون با بو ابروفيزيون هذوك ديزون دو ان شاء الله نكونوا في حسن ظن الجميع. يقوم الديوان بتوفير المادة الأولية اللي هي القمح الصلب والقمح اللين بصفة منتظمة وبصفة كافية لجميع الوحدات الإنتاجية المتواجدة على جميع ولايات الجزائر وخاصة ولاية الجزائر، وبالتالي فسوف يكون وفرة كبيرة فيما يخص المادتين الأوليتين، وبالتالي كذلك توفير المادة المنتجة اللي هي القمح السميد والفرينة بشتى أنواعها. ومن جهة أخرى الديوان الجزائري المهني للحبوب متواجد بتوفير البقول الجافة اللي هي العدس واللوبيا والحمص وكذلك الأرز بأسهم تنافسية على مستوى جميع نقاط البيع المفتوحة لهذا الشأن وكذلك المعتادة والمتواجدة في ولاية الجزائر.